مستمر الانطلاقات أيها المتابعين الأكارم، تسير في طريق النجاح وفي طريق التنافس والتحدي في ميدان المرموم. في هذه اللحظات نذهب إلى السادس الأشواط والخاص بالحول المهجنات الأصايل، دفعة من دفعات التنافس والتحدي والمشاركة القوية في معالم سباق المرموم وبداياته. في ثاني الأسابيع التي يسير ويتكلم من خلاله هذا النوع الأصيل وهذه السلالات الأصيلة إلى المقدمة والمركز الأول، وشل تحتل الصدارة، وشل تحتل الصدارة، علي بن سالم بن سليم الاكتبي يسيطر على مقدمة الشوط ويذهب مباشرة إلى المركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني وصلت الذيبة، الذيبة تعود ملكية لسالم بن حمد بن دري الفلاحي، يأتي من خلال هذه اللحظات ويتواجد على المركز الثاني، بينما المركز الثالث، المركز الثالث وصلت وعد هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، أما المركز الرابع فتتواجد من خلاله وسيلة سالم بن كاسم بن سالم المسافري، يصل مشاهدين الأعزاء هنا ويتقدم للمركز الرابع. أما المركز الخامس فهذه الجموعة تعود ملكية لحمد بن راشد بن حمد بن غدير، يقدم الجموع على خامس المراكز. الانتقال إلى المركز السادس وهنا شقرة لمسري بن سالم بالعرطي الحميري، يصل مشاهدينا الاعزاء الى سادس المراكز. سابع المراكز ياتي شعار بن عمير مع وجود بروق سيف بن عمير العميمي، هنا يتقدم ابو محمد للمركز السابع. المركز الثامن شعار حمد بن علي العويسي مقدم لنا منوه في هذا الشوط. المركز التاسع، المركز التاسع تقدمت شف خليفه بن سعيد بن سالم بن شيخ الدرعي، بينما المركز العاشر، المركز العاشر هذه هدلة، هدلة لتعود ملكيته حمدان بن أحمد بن منانة، يتقدم ويسير إلى المركز العاشر. هذه النتيجة لمراكزنا العشرة المتقدمة أيها المشاهدين الأعزاء المتابعين الأكارم في هذا النداء الذي من خلاله تسير هذه النخبة من الحول المهجنات الأصايل، هذه النخبة الأصيلة، هذه النخبة اللي تتصدر من خلالها مشاهد المنافسة في لقاء جميل ولقاء شيق تماما ما شاء الله. شوط من أشواط المنافسة والتحدي. أعود إلى المقدمة إلى بن سليم، بن سليم لا زال على مقدمة الشوط. يا سلام، شوف المركز الأول، هذه وشل 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 لعلي بن سالم بن حمد بن سليم الاكتبي، هو المسيطر والمتقدم حتى هذه اللحظات على البداية، بينما بن دري، بن دري يريد الهاتريك، يريد أن يسجل الهاتريك. سالم بن حمد بن دري الفلاحي ما شاء الله، هذه اللي أمامكم سارت بتحدي آخر وانطلاق آخر ما شاء الله. هذه الذيبة، الذيبة 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 غيرت، بينما المركز الثالث شعار هزيم بن محمد بن هزيم المسافري وصل، وصل في هذه اللحظات، وصل خذ المركز الثالث مع مع وعد، والوعد كان رعد يا ابو محمد. بينما المركز الرابع، المركز الرابع هناك شعار سالم بن كاسم بن سالم المسافري يتقدم الى المركز الرابع، الرابع، المركز الخامس، هذه شوف اللي وصلت بروق، بروق 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 سيف بن عمير العميمي وصل خذ المركز الخامس. المركز السادس شعار سالم بن عامر المدهوشي وصل مع اوزان، مع اوزان، كذلك الجموع قادمه، الجموع لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الى المركز السابع. المركز الثامن نشاهد الان بشعار مسري بن سالم العرطي الحميري. المركز التاسع وصول شعار حمدان بن احمد بن منانه، والمركز العاشر يا بن مسفر هذه اللي وصلت سلوى، سلوى مسفر بن سالم بن مسفر بالقوبع المنصوري خذت المركز العاشر. هذه العشر الاسماء المنطلقه والذي سارت ذهبت بالانتصار بالنواميس حتى هذه اللحظات، لكن عود
عوده الى المقدمه. يا سلام، شوف 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 هذه المجموعه، المجموعه شوط حديدي، شوط ناري، شوط ناري، لكن الذيب مسيطره، الذيب مسيطره. سالم بن حمد بن دري الفلاحي على القائمه، على قائمه الشوط، على قائمه التنافس، لكن من الجانب الاخر هناك وعد، هناك وعد تحتل المركز الثاني، المركز الثاني وعد هزيم بن محمد بن هزيم المسافري. بروق حاضره، بروق حاضره، محمد بن سيف بن عمير العميمي قادم مع بروق لتحتل المركز الثاني. المدهوش يقدم اوزان، المدهوش يقدم اوزان، سالم بن عامر المدهوشي، لكن اللي وصلت، اللي تقدمت في هذه اللحظات، هذه سلوه، هذه سلوه وحلوه من سلوه، وصلت مسفر بن سالم بن مسفر بالقوبع، يصل يتقدم الى المركز الخامس، المركز السادس علي بن سالم بن حمد الاكتبي وصل، خذ المركز الخامس. الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، شوف 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 التقدم لا زال هنا من بن عمير، تقدم بن عمير، محمد بن سيف بن عمير العميمي وصل، علي المرموم كذلك، سلوه، سلوه قادمه، مسفر بن سالم بن مسفر بالقوبع، والمدهوشي ابو عامر يقدم اوزان، سالم بن عامر المدهوشي، لكن اللي وصل شعار بن حمرور هنا في هذه اللحظات، هذه مثايله، وسعيد بن عبد الله بن هادوم الاكتبي قادم، بن هادوم الاكتبي الى المركز الرابع، اهالي الشويب، اهالي الشويب بن منانه خامسا، الشباني سادسا، لكن سلوه، سلوه سيطرت، مسفر بن سالم بن مسفر بالقبع، بن هادوم في اول ندى مع مثايل، مثايل مثايل مثايل، سعيد بن عبد الله بن هادوم، الله، المدهوشي من الجانب الاخر، ولكن بن منانه وصل، بن منانه وصل، بن منانه مع هدله قادمه، هدله حمدان بن احمد بن منانه، لكن حلوه من سلوه، اوزان، اوزان، سالم بن عامر، سالم بن عامر المدهوشي غير الى المركز الاول، هدوه، هدله، 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 حمدان بن احمد بن منانه يتقدم مع هدله، سلام يا هالي زعبيل، سلام، سلام يا هالي زعبيل، وهالي مرغم، مرغم زعبيل، مرغم وزعبيل، سلام وتحيه مالك هذه الهدلة، حمدان بن أحمد بن منانة ينتزع ناموس الشوط. أوزان في المركز الثاني، سالم بن عامر المدوشي. المركز الثالث سلوى لسالم أو مسفر بن سالم بن مسفر بالقوبع. المركز الرابع لسيف بن محمد سيف بن عمير العميمي. والمركز الخامس هذه مثايل، سعيد بن عبد الله بن هادوم الاكتبي. هكذا كانت النتيجة. نعود إلى التوقيت الزمني من خلال اللحظات والمنافسة والتحدي في هذا اللقاء. شوف التوقيت الزمني أمامكم على الشاشة، 7 دقائق 57 ثانية، بالوفاء والتمام والكمال. هي هدلة حمدان بن أحمد بن منانة حيث حظت بناموس هذا الشوط. تهاني وناموس وسلام إلى أهالي مرغم، سلام. المركز الثاني أوزان 7 دقائق 57 ثانية، 9 أجزاء من الثانية، سالم بن عامر المدهوشي. أما المركز الثالث فكان الطريق هنا من سلوى لمالكة مسفر بن سالم بن مسفر بالقوبع، حيث حظت على المركز الثالث ب7 دقائق 58 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع على الفوز والانتصار في ناموس الصباح. مشاهدينا